متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال يوم غد في عموم مناطق المملكة، حيث تستمر المملكة تحت تأثير الرياح الشرقية معتدلة السرعة التي تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل مع طقس مستقر بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة تتفرق بعض الغيوم، طقس غالبا صافي 8 درجات مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 5 درجات، الرطوبة 68% والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد غائم جزئي 19 إلى 10، عجلون 16 إلى 10، جرش 15 إلى 9 والمفرق 15 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 15 إلى 6، عمان 15 إلى 7، البلقاء 18 إلى 11، مادبا 17 إلى 6، والبحر الميت 24 إلى 13. المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 5، الطفيلة 17 إلى 10، الشوبك 15 إلى 7، معان 16 إلى 4، والعقبة 24 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 5، الصفاوي 16 إلى 4، والرويشد تفرق بعض الغيوم 17 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.